بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب بالدكتور الشيخ نواف المبيدي، يعني لقاء مع الوداد، وبعد باذن الله سنطلع لي حتى في خطبه الجمعه من فوق منبر الجامعه يوسف صاحب الطلبه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا بدايه اعرب عن بالغ سعادتي بحفاوتكم واستقبالكم، ولعل الاكثر ما اسعدني ان هنا في هذا المسجد فعلت المحاضرات التي كانت تقال على بعد يعني آلاف أو مئات كيلومترات من هنا في موضوع فلسطين وموضوع نصرة القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين وتاريخ فلسطين والأندلس وغيرها من القضايا الإسلامية المهمة، فعلت هنا بشكل عملي، ورأيت في برامج واختبارات وتدقيق في الموضوع وتحفيز للشباب ومحاولة إسقاط هذا على واقع حياتنا. أتوقع إن شاء الله وجود هذه الحمية في بلاد بعيدة عن فلسطين بهذه القوة وهذا الحب لهذه البلاد، إن شاء الله قريبا سنرى تحرير فلسطين وسنكون جميعا مشاركين بإذن الله في هذا التحرير، منا من يساهم بكلمة ومنا من يساهم بقلمه ومنا من يساهم بماله ومنا من يساهم بدعائه، منا من يساهم بفكره وحركته. الكل سيجتمع لتتحرر بإذن الله فلسطين وكل البلاد الإسلامية المحتلة. فبارك الله فيكم ونفع الله بكم وطهر الله عز وجل بلادكم من الفاسدين ومن الظالمين، وأعادكم مرة ثانية في صدارة الأمة الإسلامية. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.